بيتكوين، عملة ولدت من رحم فضاء الإنترنت متجاوزة كل النظم المالية والنقدية التقليدية في العالم. هي عبارة عن عملة إلكترونية رقمية بشكل كامل، يتم تداولها فقط عبر الإنترنت ولا وجود فيزيائي لها، وتعتبر العملة الرقمية الأشهر من بين العملات الرقمية الأخرى. تفوقت على كل العملات بقيمتها وهي في ارتفاع مستمر، وزاد الاهتمام بها بعد أن تضاعف سعرها 10 مرات تقريبا، ليصل سعر الوحدة خلال نوفمبر الحالي إلى 7400 دولار. ورغم المكاسب التي تحققها هذه العملة الإلكترونية مع تنامي الاقتصاد الرقمي، إلا أنها تواجه مخاطرا عالية بسبب غياب أي ضمانات للمستثمرين، فضلا عن أن العملة لا تزال محل شك بالنسبة لاستخداماتها غير المشروعة. فما حقيقتها ومن المسؤول عنها؟ وكيف نحمي أنفسنا من التعاملات بها؟